الأولين يقولون إن كان هنا ولد يقال لفالة صارت له قصة غريبة. من أول النياق معروفة صفاتها، اللي عنده نياق وما عنده غنم ويبي يشد يقدر يقطع أماكن أبعد. أما اللي معه غنم ما تصل مواصل البل، وأحيانا مداه قصير. أبو فالح كان عنده غنم، يوم جاء كالسنة وتمحل ديارهم وما عاد لهم حل بعد الله إلا أنهم يدورون مرعاه ويدورون موارد الماء ويشوفون وين رزقهم وين عيشتهم، والمحو الخضار بعيد وكنهم شايفين الجنة، وهي فعلا بالنسبة لهم ووضعهم وجوعهم وتعبهم كانت جنة الدنيا. ولي يلمحون بيت الشعر، دروا أن الرجال هذا أو راعي بيت هالشعر نازل في هالمحل، فلزوم أنهم يترخصون منه وأدبا ومن السلوم أنهم يستأذنون منه. أبو فالح قال ما يد ولده ومرته خلكم وراه النقرة احتروني شوي أبا أروح أشوف من اللي هنا وش علمهم وبحمد لكم. أقبل أبو فالح وهو يشوف هك الرجال، جاء وسلم عليه. السلام عليكم. السلام، حياك الله يا ضيف الرحمن، سلمك ربي إن شاء الله. من مجيك وش قال لك؟ أنا يا طول عمر خلف محضر لكم من غرب. الله يحييك. إلا ما قلت لي أوراك قاعدين بحالك. والله يا ابن الحلال ربعنا محيدين، وأنا والله ما بحيل إلا الشديد، وقلت بقعد هنا أنا ويا بنيتي وأمها. الحمد لله الحلال يشبع. وانت وين ربعك وهلك؟ ها؟ حدر النقر اللي هناك الله يحفظك، ما غير بنيتي وهلي بس. حاجة المدام انك كذا تعال من بيتك بجنب هنيا وخلنا تجاور. الله يجزاك خير، خلك هنا انت طامرك وحنا بنقعد هناك وبنتقابل ان شاء الله على خير، بنتقابل. حاجل الله يحييك، وترانا عود ولا احسنت شيء ما يرد كل لسانك. الله يجزاك خير وكثر من امثالك. الله يحييك. فمان الله. فمان الله. ابو فالح يوم انه يتدب وما يعلم بولده وعلن معه بنت وانصدم اللخم. في لحظتها جاه الرد على لسانه، ما يدري وش انصدم، لانه خاف لو قال معي ولد يمكن الرجال يكشمل يقول افلح، لان هذا ما معه الا مريته وبنيته، هو كذب الكذبه ولا عاد يدري وشلون يرجعها ولا يدري وش اللي عقبها. وعود لمرته وولد فالح. هذا والله العلم الغانم. وش فيك؟ وش فيك؟ وش نوحك يا ابو فلاح؟ هالرجال نشدني، قال من وراك؟ قلت له حلي وبنيتي. وشو؟ بنتك؟ ليه قلت كذا؟ هالرجال قال لي انه هو هله وبنته، خفت اقول له انا وهلي وولدي يهوجس الرجال بشيء يكدر خاطره. وش بنسوي الحين اذا شاف فالح وبيعرف انك كذبت عليه؟ الشر عندي، انت اعطي ولدك من ملابسك وزيدي عليها من البرقع. يا ويلي. وانت تغط الموضوع كله شهرين ثلاثه وينتهي القيض. شهرين ثلاثه نقول الرجال مو هو شايفه، لكن البنت وامها وش بنسوي بهم؟ اسمع انا ابوك سب، انت ابيك تسكت، لا تتكلم لا مع البنت ولا مع امها زين، ولا من بغيت تاكل ورا ابوك تجي يم امك، ولا من بغيت تغير خلاقينك غير عند امك زين. ابشر بس وش ناوي يسموني ان شاء الله؟ اكيد بسميك على امي الله يرحمها العنود. أمها الله يرحمها. أقول أقوم خلنا نرقد ورانا باشر إن شاء الله شد العمدة ذي لا تطربق على روسنا. قومي تقطعت يديني وأنا شد.